تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. مسرور بارزاني يؤكد خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة التمسك بحماية حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية. وأقليم كردستان يباشر بتصدير البطاطا المحلية إلى الإمارات. 3000 بحار أمريكي إضافي وصلوا الشرق الأوسط لردع مضايقات إيران. والأمن الأوكراني يقبض على امرأة روسية كانت تحضر لمحاولة اغتيال لزيلينسكي بضربة جوية. وانقلابيو النيجر يغلقون المجال الجوي للبلاد مع انتهاء مهلة إكواس. ومحامو عمران خان يلتمسون حبس موكلهم في زنزانة مريحة.